وعندي الدار هنا، ولكن مشات واحد خويا تا هو مشى ليه ومرتو تقريبا دوك 12000 واحد، ولكن الحمد لله جداتنا 100 عام عمرهم عقلوا على هذا الكارثه، على هذا الواد يدوز بحال هكا اول مره. مشى الطريق الظلمه، مشاو الناس، اكبر حاجه هي انه مشاو الناس، مشاو الديور، يعني كلشي تريب. راه متضررين هنايا، مشات لينا العائله، من العائله مشاو لينا شي 12 فرد اللي مشات لينا في هذه الدوار. كيقول لنا الواد جاي ديما كندخلوا للدار، يعني هذا الشيء اللي وقع يعني ما كانش في البال، ما كناش كنتوقعوا انه غيكون كثير لهذه الدرجه. المهم دخلنا للدار، هذوك اللي مشاو راه كانوا داخلين الدار. المهم جا الواد ريبهم الدوم والديوره، اختي كانت وسطهم، كانت خرجت عندنا وجات لعند هذوك الناس، ولكن مشاو كاملين. حنا راه الدار تريبات، مشى كلشي، والضو ما كانش، الماء والطريق كما كتشوف راه حتى هي مشات. كنت بناهم الله يعني لطف بينا. مشى الطريق الظلمه، مشاو الناس، اكبر حاجه هي انه مشاو الناس، مشاو الديور، يعني كلشي تريب. الفيضان ديما كاينين، ديما كاينين، كلشي ما كاين حتى واش، ولكن اول مره في اسوان ما عمر حتى الجود انا ما كان ما كانش هادشي. هذا ما اسمه، راه كنقول لك راه الماء وصل ديور 5 متر 6 متر الواد. حيت دابا المشكل اللي كاين دابا، كاين دابا هاد الجبوله كلهم طارقين الماء من فوق، وجا الواد هنا وجمع كلشي. سمعتي طلع داك ملي طلع داك الماء، دخل الشراج ديال عباد الله، دخل للدار، وتعرف صافي جا من هنا جا من هنا، الله غفور رحيم. وقعد وعندي الدار هنا، ولكن مشات واحد خويا تا هو مشى فيه ومرتو تقريبا دوك 12000 واحد، ولكن الحمد لله. نعاود لكم شنو وقع ذاك النهار. كنا خارجين بحال الايام العاديه، كنخرجوا عيطوا لينا صحاب ابو جكال، قالوا لنا راه الواد جاي حيدوا من الطريق. حنا كيما موالفين الواد كيجي كيدوز من بلاصتو، الناس كاملين مشاو لديورهم، دخلوا للديور. ساعه تلاقى لينا الواد ديالنا مع ديال ابو جكال، دخل الواد دخل للدوار، هدم الديور. عندنا 12 شهيد، ماتوا 12 واحد، لقاو 4 دابا، الاخرين باقي ما لقاوهمش، باقي مفقودين. ولحد الان راه السلطات كاينين، ونتمناو ان شاء الله يدوز الطريق، والما ما عندناش والضو ما كاينش. راه جداتنا 100 عام عمرهم عقلوا على هذه الكارثه، على هذا الواد يدوز بحال هكا اول مره. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الله يرحم اللي ماتوا، الله يصبر الاهالي مساكن، والله يعوضنا خير ان شاء الله. راه متضررين هنايا، مشات لينا العائله، من العائله مشاو لينا شي 12 فرد اللي مشات لينا في هذه الدوار، وكان واحد الدوار حدانا حتى هو ايكمير مشاو فيه شي 4، والله يرحم الجميع. والمعاناه يرثى لها، كنعيش واحد اللحظه حزينه هنايا وجميع الساكنه. وبالنسبه لمصدر العيش اللي هو النخيل، الفلاحه، شكاين ديك كانت الفلاحه بالنسبه للتمر، التمر النخيل يعني، وبصفه عامه الاشجار بصفه عامه، والزيتون والخروب، ومصدر العيش ديال الساكنه، كلشي مشى بسبب هذا الطوفان اللي ضرب هذا الدوار. يعني واحد الحاله يرثى لها، والناس هنا عايشين بواحد الصدمه، يعني ما انتظروش هذا الشيء. وكانوا كيتعايشوا هذه الاجواء ديال الواد وداك الشيء، ولكن ما كانوش كينتظروا هذه المرات. هذا الواد كامل جاب خطره وحده، وساق 7 ديوره مشاو كانهم لم يكونوا، وثلاثه في الخطر. والوقايه المدنيه راه باقي كيبحثوا على الضحايا اللي مشاو في هذه الفاجعه، وان شاء الله راه نلقاو شي وحدين، وباقيين شي وحدين. والحمد لله راه الوقايه سميتو السلطات، الحمد لله كنشكرهم جميعا، السلطات من الدرك الملكي والقوى المساعده، والسيد العامل حتى هو راه حضر، وجميع السلطات العليا حتى هما حضروا الحمد لله، وقايمين بالواجب ديالهم، وكنشكرهم من هذا المنبر. وشكرا، الله يجازيكم بخير، شكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.